مرحبا بنا عندكم يا ناس الخير، كي العادة معكم شيف أمين في قناة نهار تيفي دايما من الساعة الثالثة إلى الساعة الرابعة مباشرة. نجوزو معكم حصة هايلة شابة خفيفة ظريفة واللي هي طيب معانا، تعطونا وصفات، تعطونا ديزاستيس، تعطونا أمور نتاع دار تاع لا ريجيون تاع المنطقة أو التقليدية، وصفات تاع يعني الأمهات والأجداد. ما عليكم غير تتصلوا بنا على الرقم الذي يظهر أسفل الشاشة. إن شاء الله راح نفيدكم اليوم منيت فان سومان خفيف ظريف، ناس قاع عيانة، ناس قاع يعني حابة تريح، ما حاباش تحكم يعني وقتك طويل في الكوزينة. ما عليكم غير تبعونا في هذه الوصفات. عندنا بريمير روسيت سوب ديو دو بوم دو تير اي فروماج بلون. واش معناها؟ معناها حساء مزدوج بين البطاطا والجبن الابيض. دونك لي زانغريديون ماشي كبار بزاف، تقدروا تستعملوهم هايلين في متناول الجميع. الوصفه الثانيه السلق بالبطاطا والدرسه، بطاطا المقليه والدرسه في الفرن مجمر يعني بالبيض. الوصفه الثالثه راح نخدموا لكم اون طارت بالشوكولاته، بالكريمه الشوكولاته والبرتقال وبلا ميرينغ، وراح نديروا فيها لو برالان. لو برالان راح نتكلموا لكم عليه من بعد، اللي راهو كل هنايا. دونك لهنا المقادير: 6 حبات نتاع بطاطا و8 حبات نتاع بطاطا، زوج حبات نتاع بصل، زوج سنينات نتاع الثوم، 40 غرام نتاع زبده، شويه معدنوس، و 3 كوب نتاع فروماج بلون. دونك 3 كوب نتاع فروماج بلون. الحاجه الاولانيه اللي نديروها نروحوا نسخنوا المرميطه كي العاده. دونك هنايا طيب بالزبده، لو بلا تاعنا يطيب بالزبده ويسحق 40 غرام نتاع زبده اللي راح تعطينا مذاق شباب. اللي ما حبش يخدم بالزبده يخدم بالمارغارين ماشي مشكل. دونك تقدروا تخدموا بلا مارغارين، اللي يحب اللي عنده المارغارين في الضاله، اللي عنده زيت لا شي بان ادابت تاع لا مارغارين، لكن الواحد والمقادير تاعو. دونك هنايا بيد ما نحطوا سوبا تاعنا البور تاعنا يسخن تاع السوبا، نروحوا المقادير نتاع الوصفه الثانيه اللي هي السلق بالبطاطا ويعني معقود بالبيض. عندنا 6 حبات بطاطا مقليين بهذا الشكل هذا، تقدروا ديروه بلو غون، تقدروا هكذا كيما حبيتوا. 4 ربطات نتاع السلق طايب ومنشف ومحطوط بهذا الشكل، 8 حبات نتاع ولاد الدجاج، شويه معدنوس، 3 سنينات نتاع الثوم، شويه نتاع البابريكا ولا فلفل دريس مرحي، شويه نتاع الكرويه وشويه نتاع الملح، يعني باش نخدموا به الدرسه تاعنا. يبدا الدرسه طيب لهنايا ديريكتومون فوق النار، من بعد راحين نحطوها في ان بلافوغ ونحطوها في الفرن باش تطيب. عندنا الوصفه الثالثه اللي هي لا تارت بلا كريم باتيسير ولا ميرينغ ايطاليان. دونك عندكم 8 صفار بيض، عندكم حوالي 200 غرام تاع لو برالان بمعنى 200 غرام تاع سكر، وحوالي واحد 50 غرام تاع لي زاموند ايفيلي. تحبوا لي زاموند نورمال، تحبوا لي زاموند ايفيلي. عندنا ايضا لهنايا حوالي 100 غرام تاع السكر باش نديروا لا ميرينغ، وعندنا زيست دورانج، وعندنا الكريمه اللي كنا وجدناها بالشوكولاته اللي كنا وجدناها خليناها في الفرن، خليناها في الفريغو في الثلاجه تبرد مليح وتشد روحها مليح. ريت الحليب 4 حبات بيض، 80 غرام نتاع مايزينا، عندكم 200 غرام نتاع سكر، وعندكم 3 ملاعق نتاع الكاكاو البارد، ماشي الداكن اللون، بارد اللون. دونك هنا بدات تسخن لهنا الزبده تاعنا، ناخذوا البصل تاعنا نحطوه ونبداو نسيزيوه بهذا الشكل. راكم تشوفوا بليك اني با تري ريش يعني في لي زانغريديون، لكن فيها منفعه كبيره جدا هذا النوع من الحساء. راح تلقاو فيه النشويات، راح تلقاو فيه الكالسيوم، راح تلقاو فيه ايضا من اليخضر، وعندك لا فيتامين سي اللي كاين ايضا في الداخل واسمو المعدنوس. دونك ما شاء الله. فوالا ونبداو نمشيو فيه بهذا الشكل هذا. حنا نخليوها تتقلى، نروحو نجيبو ان بول صغير ونخدمو الدرسة تاعنا. الدرسة تاعنا قلنا عندنا بابريكا، الملح، وعندنا ايضا الكروية. فوالا ناخدو لهنايا مغرفة، وناخدو تانيك ليكرازور تاع الثوم، ناخذو اون كويير اكافي، نحكمو بابريكا تاعنا، نخدمو بثلاث ملاعق تاع بابريكا،
ناخذوا ملعقه نتاع الكرويه. تقدروا ديروا الكمون ايضا، اللي ما عندوش الكرويه يقدر يدير الكمون، ولا يقدر يديرهم في زوج، لكن واحد حابط على واحد، لانه ما يمشوش كثير كثير يعني الكرويه والكمون، لان الكرويه تلقاوه دائما ناقص قوه على الكمون، كمون فيه يعني بزاف. ناخذوا لهنا الثوم، هنا يحب الثوم، ناخذوا 3 سنينات نتاع الثوم، بالسنينه نبداو نكرازيو فيهم بهذا الكيفية هذه. فوالا قلنا الدرسة هذه تحب التوم. نزيدو ان طروازيام شابة كبيرة هكذا، الله الله. فوالا نحطوها بهاد الطريقة هذه. دونك نحكموهم نكرازيوهم بهذا الشكل هدايا، ونبداو نخلطو في لي زانغريديون تاعنا. هنايا ناخذو شويه تاع ماء وشويه نتاع زيت الزيتون، ناخذو لهنا شويه تاع زيت الزيتون بيان سير، فوالا، ونحطوه دو كوتي زيت الزيتون نتاعنا ايضا. شعلوا النار باش نقليو شويه طري ليجيرمون بالماء، طري ليجيرمون. راح نوري لكم كيفاش نقليو دائما الدرسه. الدرسه عمركم ما تحطوها ديريكتومون على النار، وعلاه؟ لانه رايك رايحه لو كانت تكون على النار راهي رايحه تتحرق مباشره، وراح تعطي لكم الكو يعني يكون محروق شويه. دونك دائما نطلعوها بشويه تاع الماء بهذا الشكل هدايا، ونقعدوا نحركوا حتى نشوفوا بليك تحلل الدرسه تاعنا، ونخلوها اللي دوي او ميم طون طيبي او ميم طون ال ريدوي يعني في هاد. الله شوفوا كيفاش تولي، تبدا تولي هكذا. ناخذوها بهذا الشكل، نديرو شويه زيت لداخل المرميطه تاعنا بيان سير، فوالا، وناخذو كاريمون نحطوها بهذا الكيفيه هذه. الدرسه عمركم ما تحطوها ديريكتومون، تحطوها ديريكتومون راح تهرب لكم الطهي تاعها. فوالا، ونقعدو نمشو فيها بهاد الطريقه. هنا ناخذو زوج سنينات نتاع الثوم، دائما يسبق البصل الثوم في التقليه، ونديروهم بهاد الطريقه هذه، نخلوهم بهاد الكيفيه يتقلاو. هنا غير يبدا شوفوا بليك راك ولا ترونسليسيت، باسكو ما لازمش يتقلى حتى يحمر، غير يبدا يعرق كيما نقولوا. نزيدوا له لا بوم دو تير تاعنا، ونقعدوا نخلطوا لي دو زانغريديون. هنا كاين ان انغريديون تري امبورطون ما مديته لكم، سمحوا لي نسيت، واللي هو الزعيطره. دونك ناخذوا شويه تاع زعيطره، فوالا، ليجيرمون، ما تكونش بزاف زعيطره، ونحطوها بهذا الشكل هذا. نديروا شويه تاع الملح قبل ما نبداو نمرقوا. ناخذوا الماء ونحطوه يسخن، تري امبورطون، لازم الماء يكون ساخن. دونك نحطوا الماء دائما يسخن في البويوار، اللي عنده ماء سخون، اللي عنده الفون دو فولاي يخدم بالفون دو فولاي، مليح تاني الفون دو فولاي يعطيكم مذاق ما شاء الله. دونك اللي يحب يخدم بالفون دو فولاي يخدم الفون دو فولاي، اللي حاب يخدم بالماء سخون يخدم بالماء سخون. هنا ما راحش يكون عنده تأثير، دونك المذاق برك اللي راح يكون فيه بنت الدجاج الحساء تاعنا. فوالا، نيطوايو لو بلون دو طرافاي تاعنا شويه هكذا باش يبان. نلقى عندنا لا كويزين، فوالا، نعاودو نرجعو لي زانغريديون بلايصهم باش نكونوا يعني سوا سوا. الو الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ناصيره، واش راكي؟ واش راك لاباس؟ صافا، وانت يا؟ الحمد لله. وانت يا واش راك؟ والله غير ربي يحفظك. من عندك مانيش نسمع فيك مليح، راه عندك تخرخيش داير حاله. اي مانيش عارفه، ولا من عندي ولا من عندكم؟ من عندنا والله ماني عارفه. اي والله ما على بالي. اي صح، ويخرخش. اي صافا، راكي مليحه؟ صافا الحمد لله. وانت يا؟ بيان، صحتك بخير الحمد لله. الحمد لله، ربي يحفظك، ربي يحفظك ويسجيك. والله
الله يبارك يعطيك الصحه واياك ربي يحفظك ويسجيك ان شاء الله. يعطيك الصحه وشكت واسي كامل ربي يحفظك ويسجيك. حبيت نسقسيك فضلي هذيك زيد فضلك هذيك الحشيشه واسمها يقولوا لها كل واحد واش يقول احنا نقولوا لها رجيله. اه رجيله ايه حبيت لو كانت واسي هنا اه نخدموها. انا كنت نهضر البارح كنت نهضر عليها تندار تقدر ترومبلاسي الفليو تقدر تندار شلاضة كيما تحبوا ديروها، لكن كاينه حاجه برك هاي تجي عاصيه شويه في الوسمو تاعها في الساق تاعها، دونك لازم دائما تفور شويه قبل ما قبل ما نخدموها لازم دائما نفوروها شويه. لازم متفاهمين؟ ايه هاني سمعتك ربي يحفظك لازم تفور بصح نديروها نديروها هذا وقتها دوكا وعلى بالك هذه سوفاج. حبيت لاباتا فيلو. نعم لا باتا فيلو كتشوف وسيتها كي طيبتها في الوسط ما طابت ليش. ايه باسكو قلت لك انا قلت لك صعيبه في الطياب باسكو عندها الساق تاعها عاصي. تعرفي قبل ما طيبيها دائما لازم تفوريها لازم تفوريها لازم تجوزيها للفوار كيما يقولوا. اكيد سمعي فيا اموا. انا سمعتك فوالا قلت لك لازم تفوريها لازم تفوريها سينو لو كان ما تفوريهاش راح تصعب في طياب. تجي في بلاصه الفليون نقدروا نديروا بها بطاطا فليون نقدروا نديروها في ليغاغو تاعنا نقدروا نديروها في التبيخه تاع الشتاء نقدروا نديروها حساء نقدروا نديروا بها شلايد ايضا مليحه بزاف للصحه تفيد كثير 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 للصحه ان شاء الله يا ارحم الراحمين ان شاء الله راح نديروها. بيان سير تقدري بزاف اللي يخدموها كاين في اعالي شريعه عندكم وصفه من الوصفات تاع الكسكس اللي يخدموهم بهذا النوع من الحشيشه. على كل حال فيه 99 عشبه ويخدموه كاين عشبه من الاعشاب هذه هي اللي تكون اللي يعيطوا لها الرجله كل واحد كيفاش يعيط لها كاين اللي يعيطوا لها الرجيله كاين اللي يعيطوا لها الرجله فوالا ربي يحفظك. هنا في بليده كاين واحد الجنان ومعمره. ايه معمره في الشريعه معمره كاين في الجناين. وعلى بالك بليك هذيك لي سوفاج الناس بزاف ما على بالهمش ما تغرش هي لي سوفاج تجي هكذاك من عند الله عز وجل تخلق سوفاج. ايه صح. ومليحه بزاف للصحه مليحه ما تقدريش تيماجيني شحال مليحه للصحه. اي نعم. حبيت نقول لك لا لاباتا فيلو. ايه واش بيها؟ قلت لك وسيتها ايه وكي طيبتها في الوسط ما طابتليش. ما طابتلكش في الوسط بروبليم مالتك ماشي في لاباتا فيلو كي ما طيبلكش في الوسط البروبليم راه في الفور. سمعتيني؟ انا سمعتك. ايه المشكل ماشي في لاباتا فيلو فارينا والماء ومن بعد ديري تحكمي الورق تاع لاباتا فيلو ديري تدهنيهم بالدهان وطيبيها دونك بروبليم لازم تشوفي الفور تاعك بالك في الوسط ما يلحق السخانه. والله ماني عارفه. ايه ايه سي نورمال هذا هو ما يقدرش تكون حاجه واحده اخرى باسكو لا طابت لك في لي بوردير طيب لك في الطرف. طابت لي شوف طابت لي مليحه في الطرف فوالا كامل شويه في الوسط قعدت لي شويه خضراء. دونك ماشي البروبليم في لاباتا فيلو. ولا عندك لافارس تاعك ولا درتي البقلاوه ولا بالك لافارس تاعك اللي كانت في الوسط كانت مشمخه بزاف ثاني. ايه بوتيتر مي بوتيتر تكون هذيك يقدر مي سي با مي سي با فيلو درتها شابه صح مي سي با نورمال مي سي با نورمال ميم كي تكون مشمخه شويه لاباتا فيلو تاعك طيب كومان باسكو كاين درجه حراره اللي راهيك لداخل. خاطر قلت لك طابت لي شابه على الطرف وكامل هذاك الوسط شويه اللي قعدت لي خضراء. ايه ايه فهمت. اما ولا شمختها في الوسط سوا تشمخت لافارس بزاف باش ما حبتش باش ما طابتلكش وبيا سخانه ماهيش تلحق مليح لون دي دو وحده من الزوج. اه باسكو سي با نورمال طيب مليح من في الكف الطرف. لا صح با نورمال سي لاباتا فيلو الي ريوسي كي طيب لك من الطرف مليح. إيه فهمتيني اسكو فهمتيني واش حبيت نقول لك انا قلت لك باش نجحت لك في الطرف صافي دير كي لايتي ريسي بصح لاباتا فيلو انا خدمتها بيدي بالعجينه. ايه بيان سور ساهله هذيك اللي تنباع بصح ساهله يا ماشي واعره. لو كان تحب توسيها لنا نديروها ديامات نديروها تقدر توسيها لنا. ايه نديروها هي انا علاش ما نحبش نخدمها باسكو ما عنديش لاباتا فيلو خاصه الخطره الاولانيه كي تخدمها لازم نخدمها في الزيت باسكو ما عنديش الوقت عندي ساعه
دونك لازم نوجدها قدامكم باش تعرفوها الخطره الاولانيه كيما درنا في لاباط فيتي. دونك انا شاك بات ولا فاهم على باليش ولا خاوتي اللي راهم يشاهدونا راهم يتبعوا مليح وفهموا اللعبه كيما نقولوا. لاباط الخطره الاولانيه كي نخدمها دو فوا نخدمها قدامكم. مي من بعد نولي نوجدها باش ما تاخذليش الوقت. مي لاباطا فيلو ثقيله بزاف في الخدمه وتشد اليد بزاف. دونك تاكل لي الوقت بزاف. دونك ساعه ما تكفينيش غير هي بينها هي يعني وليكسبليكاسيون ما حاش تكفيني باش نخدم مواصفات. هذا ما كان على بها مازال ما حبيتش نديرها، حبيت نختار الوقت المناسب باش نقدروا نخدموها. ولا بات فيتي انا وسيت جربتها جاتني شابه شابه. لا بات فيتي ساهله ايه ولا غير شابه لي فولو ولا ربي يحفظك. كيش ولا ايه مهيله درتها بالتفاح. ايه هايله 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 درتها غير كيما بالتفاح جاتني شابه هايله. لاباط شوفي لاباط 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 فيتي كيما تحبي تخدميها. شوف في الخدمه كي تجيك شابه في الخدمه تجيك مليحه في الطياب. صح رب صح. كي تعرف واحد يعرف يخدمها لاباط لاباط فيتي في الطياب تجي مليحه. والله غير صواب والله واش راكي تهدري صواب. صح يعطيك الصحة وإياك ربي يحفظك نصيرة. الله يلي في روحك بزاف بزاف ربي يخليك ويسترك. ربي يسترك إن شاء الله. ربي يحفظك. شوف تاع البشباش تاع إيه ياسر هاي تاع اليوم تاع البطاطا. إيه تاع البطاطا سهلة هايلة خفيفة ما شاء الله. يعطيك ما تتمنى وإياك وإياك ربي يحفظك ويسجيك إن شاء الله وإياك. دونك هنايا حطينا الماء درناه في لاسوب عمرنا خليناها طيب وحدها. هذه ما فيهاش طهي كبيره فيها 10 الى 4 ساعه. ودرنا لا بوم دو تير بعد ما خلطنا الدرسه مع السلق زدنا حطينا البطاطا هذيك اللي قليناها زدنا حطيناها كاريمون هنا وخلوا كاع ياخذوا يعني الوسمود تاعهم ياخذوا القوام وياخذوا الطهي تاعهم لان حابين. هنا نعاودوا نخرجوا دائما لاكريم وشوكولا. هذه لا كريم وشوكولا سي اون كريم باتيسيير دو باز وفيها ايضا الكاكاو. تقدروا تخدموها بالكاكاو كوم تقدروا تخدموها بالشوكولا لكن من المستحسن تخدموها بالكاكاو لان الشوكولا فيها ماده دسمه كبيره. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام. واش راكي؟ والله لاباس. واش راهم ناس الجلفه؟ ايه ربي يحفظكم ان شاء الله. ان شاء الله ربي يحفظكم ان شاء الله ويسجيكم. احكي لي يا درا. ربي يحفظكم ان شاء الله. ان شاء الله ربي يحفظك الاخت ربي يحفظك ويسجيك ان شاء الله. دوهم حبيت نقولك شاف امين والله يوفقك في كاع ولا اروع. ربي يحفظك ان شاء الله ربي يحفظك. وسيت بزاف صوالح اللي درتهم ونجحوا لي. ما شاء الله الحمد لله هذا افتخار لينا. شاف امين حبيت تقول لي لاكخام شنو قلتي لي؟ لاكخام؟ واش قلتي لي لاكخام؟ ما سمعتكش مليح. لاكخام سي كان كخام؟ نعم. واش قلتي لي ندير لاكخام؟ كخام شونتيي. لاكخام شونتيي. لاكخام شونتيي ما كانش حاجه سهله كيما لاكخام شونتيي يا اختي. شوفي عندك سهله. لاكخام شونتيي باش تعرفي كاين فيها اون استيس. لاكخام شونتيي باش تطلع لك مليح. لازم دائما كي تشري كريمه طازجه تشري الكريمه الطازجه اللي فيها 35 درجة مادة 35% مادة دسمة فما فوق. لو كان ما تكونش فيها المادة الدسمة طالعة تشوفي كي تشري تلقاي 35% ولا تلقاي موا. تشري دائما اللي فوق 35% وطلعيها بالباتر. تحبي تزيدي لها السكر زيدي لها السكر سكر ناعم ديري لها في الريتلا نتاع الكريم شونتيي. عندك 200 غرام نتاع سكر ناعم لو سوكر غلاس. دونك ولا شتي لا كريم شونتي تاعك فيها 35% من الماده الدسمه شري ريتلا شري 200 غرام تاع سكر ناعم حطيها في اون يعني حطيها في اناء كيما هذا وتضربيها افيتاس كبيره بالباتر. ضربيها بفيتاس كبيره ومن المستحسن ما تكونش في جهه وين كاين سخانه كيما الفرن ولا شتي روحك في جهه اللي فيها سخانه. هذاك الاناء اللي راكي راح تحطي فيه لاكريم شونتيي قبل ما تحطي فيه الكريمه حطيه في الثلاجه وخليه يبرد مده زمنيه طويله. تحطيه في الكونجيلاتور كي يبرد خرجيه وخدمي فيه لاكريم تاعك باش تشد. ربي يحفظك. بلا مزيه اختي بلا مزيه هذا واجب بلا مزيه. ربي يحفظك
ان شاء الله ربي يحفظ لك هذيك اليدين. واياك واياك ربي يحفظك ويحفظ كاع الجزائريين. ربي يخليك ربي تشرفنا. ربي يحفظك ربي يحفظك ربي يسترك هذا واجب. تعيش ان شاء الله. نتمنى ونشوفك ان شاء الله تجد في القمه ان شاء الله. ان شاء الله بكم انتوما الاخت، بكم انتوما احنا نكونوا دائما في القمه. كي تكونوا انتوما معنا علامه النجاح لينا هي انتوما. ربي يحفظكم ان شاء الله. ربي يحفظكم. بارك الله فيك. ربي يحفظ لك الامومه ويحفظ لك بنياتك. واياك واياك ربي يسجلك. نقول لك ميرسي على الوصفات اللي راك دير فيهم. ربي يحفظك وربي يحفظك ان شاء الله. ربي يخليك وربي يسجلك الاخت. ربي يحفظك وربي يسجلك ان شاء الله. بارك الله فيك صميم القلب. الله يهنيك ربي يحفظك. دونك هنايا شوفوا كيفاش راهي الحاله طريه. واش نديروا؟ نجبدوا غراف صغير ونديروا هكذا فوالا، ونحطوا الحبه نتاعنا نتاع ولاد الدجاج. نزيدوا نديروا تانيك ان كرو فوالا، ونزيدوا نحطوا الحبه الثانيه نتاعنا ونزيدوا نديروا ان كرو بهذا الشكل، ونزيدوا نحطوا حتى نكملوا الحبيبات تاعنا نتاع البيض ولا تاع ولاد الدجاج فوالا بهذا الشكل. هي دائما يفو ايفيتي، يعني انا ديفو الله غالب سامحوني، يعني كيما نقولوا العقل يحضر ويغيب. دونك ديفو فوالا انا ما نحطش ديراكتومون لهنايا، الوغ كو لازم الحبه نتاع البيض دائما وابدا تحطوها ديراكت في اناء قبل ما تخدموا بها، باش تعرفوا اسكو راهيك مليحه ولا ما راهيش مليحه، ولا تصلح ولا ما تصلحش. فوالا نزيدو نديرو حبيبات اللي بقاو لنا ما شاء الله. الله يبارك حبيبات البيض. البيض تاع اليوم فريشك الله الله. نزيدو نديرو لهنايا ان كرو بهذا الشكل. دونك حنا درنا حنا 8 حبات نتاع ولاد الدجاج. تقدروا ديروا بلوس، تقدروا ديروا موان، تقدروا تضربوهم ديريكت وتحطوهم دوك نتوما وكيفاش راكم تشوفوا هاد الوصفه هذه، وتوما كيفاش راكم حابين يكون ولاد الدجاج فوالا. ونحطوها ايضا هنايا. نزيدو نجيبو لالوش صغيره تاعنا دو سيرفيس، نزيدو نديرو هكذا ونحطو وليدات الدجاج تاعنا. ناخذوا لهنايا شويه نتاع بابريكا، تبعوني حطوه من الفوق فوالا. وكل واحد كيفاش يحب يكون الطهي نتاع هاد هاد الطبق هذا ولا هاد الطاجين هذا. كيما راهوك نحكموه نحطوه في الفرن بهاد الطريقه هذا، ونخليوه يطيب براحته، يعني نخليوه يطيب بعقله. دونك لهنايا نروحوا نرفدو ولاد الدجاج نيطوايو بلون طرافاي، ونروحو كاريمون لو ديسير تاعنا. نطفو ان فو فوالا، ونيطوايو لو بلون دو طرافاي تاعنا بهاد الكيفيه هادي. دونك هنا كنا ما تكلمناش، كنا هضرنا على لو ديسير تاعنا، كنت ما تكلمتلكمش على لاباط. لاباط لي بروشواف، واللي حاب يخدم بلاباط فيتي يخدم بلاباط فيتي، اللي حاب يخدم بلاباط بغيزي يخدم بلاباط بغيزي. انا خدمت بلاباط بغيزي. دونك تقدروا تخدموا بلاباط بريزي او سي لو بلوز انديكي في لي طارت. اللي حاب يخدم اون بات فيتي يقدر يخدم بلاباط فيتي، ما فيش اشكال. دونك هنايا حنايا خدمنا بلاباط بغيزي وخرجنا هاد لاباط بهاد الشكل هذايا فوالا، كيما راكم تشوفوا فيها. الله الله ها هيك فوالا، ها هيك خدمناها. دوك مازالها سخونه شويه، خلوها تبرد باش نقدروا ومن بعد هاتيك نديروا لها لا غارنيتور تاعها. دونك شحال فيها لاباط بغيزي تاعنا؟ هنا فيها 500 غرام نتاع فارينه، 250 غرام نتاع زبده، 125 غرام نتاع سكر، وعندنا حبه نتاع البيض، وربع كاس تاع الماء اللي طموا به، قرصه ملح بيان سور باش تكون يعني لا تيكستور تاعكم ولا البنه نتاع الفارينه ما تعاودش تطلع. دونك لهنايا نسحقوا بوغ لا مورينغ تاعنا. راح نوريكم كيفاش تخدموا لا مورينغ بطريقه سهله. دونك لازم لكم 8 في الوصفه، لازم لكم 8
بياض نتاع البيض لازم لكم ايضا ان باتور. فوالا بيان برونشي الباتور تاعنا، ولازم لنا 200 غرام نتاع السكر، 200 غرام 100 غرام سامحوني سامحوني سامحوني، في 8 حبات نتاع بياض البيض لازم لكم 100 غرام تاع سكر، اي بيان سور قرصه ملح، قرصه ملح لازم دائما تعطوها ديروها هكذا بهذا الشكل لداخل البياض تاعكم لانها تعاون بور سيري السمود تاعكم. دونك هنا انا واش نديرو، ناخذو لا بريمير فيتاس ونبداو نطلعو بهذا الشكل هذايا. فوالا هنا كي تشوفوا بلي كلهنا ولات بيضه تاخذوا السكر لا مواتي وتبداو تطلعوا ا دوزيام فيتاس. فوالا كي تشوفوا بلي طلعت لا مواتي تزيدوا لا دانيير فيتاس. وانتم يا ناس الخير فاصل ونواصل الثاني تاعنا من الحصه. طيب معنا دونك هنا كنا كملنا لا ميرينغ تاعنا، واش قلت لكم دائما كنت كي نطلع لا ميرينغ ولا لو بلون ناج واش نقول لكم وشنو هو الحاجه اللي تخليكم تعرفوا بليك عندكم اون بيل ميرينغ ولا عندكم يعني ان بون بلون ناج. دائما سي لو باك هدايا، شوفوا كيفاش يكون لو باك دو ليفغ دو سامحوني لو باك دوازو باك دو ليفغ، سامحوني الباك دوازو دائما تقلبوا تشوفوا فوالا شوفوا كيفاش هاي مقلوبه وما تحبطش شاده روحها. الور هنايا واش نديروا، الحاجه الاولانيه ناخذوا لا طارت تاعنا، سامحوني فوالا نجيبوا لا كريم تاعنا وسي نحطوها لهنايا. ناخذوا لو برالا، لو برالا كيفاش خدمناه، 200 غرام نتاع سكر حطيناه فوق النار في كاسرونه وخدمناه بحوالي 50 غرام نتاع لي زامون ديفيلي غير ولا كراميل، حكمنا ان بابي كويسون حطيناه وحطينا فوقه ال وسمو حطينا فوقه لي زامون وخليناه يبرد، كيبرد جوزناه في الميكسور باش ولا اون بودر بهذا الشكل هذايا. فوالا شوفوا كيفاش. الو 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 السلام عليكم. السلام عليكم. واش راك خويا العزيز؟ الحمد لله بخير ربي يحفظك. واش راك صحتك؟ الو مانيش نسمع فيك مليح خويا العزيز. الو 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 دينا صباح الخير. وشنو وشنو خويا؟ تقطعت المكالمه مانيش نسمع فيه مليح، عاود لنا خويا العزيز باش هكذا نهضروا يعني ونقصروا مع خويا ونعطوا لك الطلبات تاعك ولا نبلغوا لك الطلبات تاعك. دونك فوالا هنا حكمنا شويه لو بخالا تاعنا حطيناه في لو فون نتاع لاطارت تاعنا. دونك درناه في لو فون نتاع لاطارت تاعنا. هنا ناخذوا اون كويير اون سباتول تاعنا لا سباتول اون بوا نحو ونحطوها بهذا الشكل هذايا. الو 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 السلام عليكم خويا رابح واش راك؟ واش راك لاباس؟ لاباس صحتك بخير خويا رابح؟ والله غير لاباس خويا خويا امين والله غير الحمد لله عز وجل خويا العزيز كي تكونوا ملاح رانا ملاح. هذه هي هذه هي الهضره كيما نقولوا هذه هي الهضره كاينه. واش راك كيفاه؟ واش راهم ناسبوا فريق خويا العزيز؟ ها؟ واش راهم ناسبوا فريق؟ نحبوكم بزاف والله نحبوكم بزاف والله غنحبوكم بزاف ربي شاهد ربي يحفظك ان شاء الله ربي يحفظك. اللي يقول بو فريق يقول الناس الحضره يعني ما شاء الله عليكم ما شاء الله. تعرف شكون كان صاحبي هنايا؟ تعرف انت راك وليد قديم قديم في بو فريق. تعرف شكون كان صاحبي هنايا بزاف بزاف ربي يرحمه؟ سي محمود زموري. لا لا ماشي ولاد الحي انا. وليد محمود زموري ربي يرحمه كان صاحبي مليح مليح الله يرحمه برحمه الله. وكنا حتى خدمنا فيلم كيف كيف في بسكره في 2011.
ما شاء الله عليها، ربي يحفظك ان شاء الله وربي يحفظ كاع وليدات بوفاريك. ومن هذا المنبر تحيه لكاع الناس اولاد يعني او عائله زموري. وي خويا يعني نسمع فيك. امين. تفضل تفضل حبيبي، تفضل راني نسمع فيك. اسمع. وي يودي يديروا لك كاميرا كاشي كيما داك عيشه وخطره. واش قلت لي؟ قلت لك كاميرا كاشي وين نديروها؟ هنا تاع قناة سميرة. كاميرا الملح. ايه كاميرا داروا لي كاميرا كاشي. لا داروا على في قناة سميرة. ايه داروها لي صح. والله غير صح، عندك الحق. عند هذوك عامين. والله غير درحوني. ايش تحب خويا العزيز الله غالب. واش دير الله غالب؟ درحوني درحوني. درحوك. والله ما كنت مستنى فيها كاع، انا ما قلتش سميره يديروا لي كاميرا كاشي. مره اخرى رد بالك. يا دي شحال تعيط رد بالك، واعرين دراري هادوما واش بيك؟ والله غير يقبضوك. هيا صح اخويا امين، تبقى على خير ربي يحفظك. ربي يحفظك العزيز الغالي، ربي يحفظك. دوك هنايا خدينا كاريمون وسمو تاعنا لو بلون ولا لا ميرانك تاعنا، ونديروها بهاد الكيفيه هادي. فوالا طلعوها بهاد الشكل هدايا ونخلوها فوالا بهاد الطريقه هادي. فوالا ونديرو ديروزا سامبل. تقدروا ديرو بلي تحكموا لابوش كان لي كوم، تقدروا تخدموا بهاد لابوش هاديه عادي. الو الو. اهلا مساء الخير. الخير ام كمال، واش راكي؟ لاباس الحمد لله. واش كنت؟ ربي يحفظك ان شاء الله. واش راهم الناس تبسا؟ والله في نعمه الحمد لله. يا ربي يحفظهم. ربي يحفظهم. والله نحمد الله عز وجل. الحمد لله. رانا تبارك. باش نقول لك يعطيك الصحه. ربي يخليك، ربي يخليك يحفظك. لازم تعيطي لنا، لازم تعيطوا لنا، لازم. ربي يحفظك، ربي يحفظك، ربي يحفظك ان شاء الله ويسترك ويسجيك. ربي يحفظك. يا درا مالاتيك راهم يعجبوكش يا الوصفات؟ ما شاء الله ما شاء يدك الله وصح. تبع فيك وفيكي وفيكي. ربي يحفظك ان شاء الله، ربي يحفظك ويسجيك ان شاء الله. بارك الله فيك. حبيت نقول لك برك ميرسي. وحبيت نعيط لك برك. تفضلي بيان سور. شوفي القناه تاعكم والحصه حصتكم انتوما. انا بالك تتبع فيها غير هي. اي الحصه تاعكم. شوفي النهار قناتكم اي قناه الشعب، والحصه حصه تاعكم ايضا. والله نتبع فيها غير هي. ربي يحفظك. ربي يحفظك، ربي يحفظك ويسجيك ان شاء الله. اي حاجه الصباح تحب المعلومات من النهار. ربي يحفظك ويمدوا غير صح. والاولين في الانفورماسيون ايضا هما اللي يمدوا المعلومه. اي ربي يعينك الولين. ان شاء الله. ربي يحفظك. وممكن اهداء؟ بيان سور تفضلي. نهديه لوليداتي. ربي يحفظهم ان شاء الله. وكامل الجزائريه. ربي يحفظهم ان شاء الله. ربي يحفظهم. وهاي في الامان. كاع الجزائريين ربي يحفظهم ان شاء الله وين ما كانوا. وين ما كانوا تبسا سوقها راس من الحدود للحدود حتى البورسي. ربي يحفظكم. ربي يحفظك الاخت. سلمي لي على كمال بزاف بزاف وقولي له يسلم عليك الشاف امين. ربي يحفظك يا عيش. واياك. ربي يخليك ان شاء الله الاخت. ربي يخليك ان شاء الله وربي يحفظك. بارك الله فيك. فوالا وهنا كملناها. شوف كيش خرجناها. هذه نخلوها تكوتي باش نخدموا بها ليفيرين. حبوا خدموا بها ليفيرين، تحبوا تخدموا بها واش ما تبغوا. هنا ناخذوا فوالا توجور ان شاليمو ونبداو نخدموا في لو بلون تاعنا بهاد الطريقه هادي. فوالا ونقعدوا نجوزوا بهاد الكيفيه هاديه حتى يعني يكون الو الو الو. وي السلام عليكم. وعليكم السلام. واش راكي؟ لاباس غايه. صافا وانتي؟ والله غير الحمد لله الحمد لله. واش رامنا سعيده؟ لاباس. ربي يحفظك ان شاء الله ويحفظهم. الحمد لله. سلمي لنا عليهم. ما يسلمك صحيح. ربي يخليك ان شاء الله. افوتر سيرفيس. الحمد لله. ربي يحفظك ان شاء الله. الله يسلمك في الاخ امين. ترجعين الحصه تاعك. ربي يحفظك ان شاء الله. حصة تاعكم ماشي تاعي. انا راني غير لهنايا باش كيما يقولوا همزه وصل، لكن الحصه حصتكم انتوما. ربي يحفظكم ان شاء الله. والله
والله اللي تعجبني فيها الاطباق وتعجبني فيها راني نتبعها ملي تبدا. ربي يحفظك ان شاء الله ويسجيك. ربي يحفظك ويسجيك ان شاء الله وينورك الاخت. ربي يحفظك ربي يحفظك. والله هذا شرف لينا انه يعني يكونوا عندنا يعني يا اخي آراء. بغيت نقول لك باللي بتعاود لي الحريره تاع الفارينه. نعاود لك الحريره تاع الفارينه. الو 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 مانيش نسمع فيك اختي. الو ما فهمتش واش حبيتي نعاودو لك. اسكو نعاودو لك الحريره نتاع الفارينه؟ دونك حبيت نعرف اسكو حريره وهران اللي العقده تاعها تاع الفارينه ولا حريره الفارينه كاريمو. الو اكيد تسمعي فيا. مانيش نسمع فيك الاخت. دونك بالك يكون عندي مشكل انايا مانيش نسمع في الاخت. الو الو وين راني نسمع فيك دوكا. راني نسمع فيك الاخ ابي. يا قولي لي ما كنتش نسمع فيك. قولي لي واش حبيتي. لا انا نسمع فيك بيان كاع. ايه قولي لي واش حبيتي. الو راني نسمع فيك الحمد لله. قولي لي واش حبيتي. واش حبيتي يا الوصفه اللي حبيتيها؟ حبيت الحريره تاع الفارينه. الحريره تاع الفارينه تاع الفارينه. الحريره تاع الفارينه اللي درتها السيمانه اللي فاتت. الحريره الحريره اللي درتها فوالا اللي العقده تاعها تاع الفارينه ياك. الحريره تاع الغرب اللي العقده تاعها تاع الفارينه. مانيش غلط الاخت فوالا. دونك عندك سهله مهله. عندك نيشان زوج حبات نتاع بطاطا. لا لا نيشان نيشان اخ امين. زوج حبات تاع بطاطا، حبه زروديه، حبه قرعه، حبه لفت، وعندك ثلاث حبات ولا اربع حبات نتاع طوماطيش مرحيه، كرافس، حشيش، يعني حشيش مقطفه. وا عندك وا حمص، وعندك كركم، وعندك زنجبيل، وعندك شويه قرفه. اكيد تبعي فيا. اكيد تبعي فيا الاخت ولا ما كيش تبعي فيا؟ فوالا قلنا عندك زنجبيل وعندك شويه نتاع القرفة ايضا، وعندك الجاج نخدمو بكويس تاع الجاج كومبليت. دونك واش نديرو؟ نقليو الكل مع بعض ومن بعد تيك نمرقو ونخلوها طيب كي طيب، نحكموها نرحيوها بها بالحميصه تاعها ونحكمو الفارينه والخل. الفارينه والخل كاين اللي يديرو الخميره باش نتفاهمو، وكاين اللي يديرو الفارينه والخل يعني نخلطوهم مليح باش يولي عندنا عقده، ونحطوها ونخليوها تعقد فوق النار من بعد النحيوها. بيان سور الدجاج هذاك نحيوه ونإميتيوه، نحطوها هكذا نبتشتوه من بعد يعني كي نبتشتوه مولي نبتشتوه نعاودو نرجعوه لداخل. وفلافان كاع تقدروا تزيدوا لها شويه ثوم وشويه حشيش، يعني ثوم هكذاك خضر ترميه مقطع مرحي مليح، وتزيدي لها شويه نتاع الحشيش. هنا البلا تاعنا ايضا وجد، نروحو نشوفوه. دونك شتو كيفاش طلعنا لو مونتاج تاع الوسمو تاعنا نتاع لاطاخت تاعنا. دونك هنا نروحو نشوفو. فوالا ما شاء الله فوالا. دونك هنايا كي يكون هكذا سخون واش نديرو له؟ ناخذو شويه معدنوس نحطوه من الفوق بهذا الشكل هذايا كيما راكم تشوفو، وناخذو شويه زيت الزيتون. زيت الزيتون طري ليجيرمون فوق البيض، وكل واحد كيفاش يحب. كاين اللي يحب البيض طايب مليح، كاين اللي يحب البيض يكون طايب غير شويه. دونك نتوما وكيفاش راكم حابين لوف تاعكم، خاصه السفار كيفاش يكون. نحطوه دو كوتي، نخليوه لهنا دو كوتي. هنا نروحو نشوفو سوبا تاعنا ما شاء الله وجدت، نحوها بهذا الشكل هذايا. هنايا واش نديرو؟ ناخذو كاريمون الفروماج تاعنا نحطوه بهذا الشكل كيما راكم تشوفوا بهاد الكيفيه هذه، ونبداو نرحيو فيه بلو ميكسور نتاعنا. نبرونشيوه هكذا نتوما تشوفوا سيدي روسيت طري فاسيل. هادوما وهايلين وتاع الشتا ويعني سخيخنين كيما نقولوا حنايا. دونك نتوما ما عليكم غير تاخذوهم، يعني راحين يفيدوكم كثير كثير. فوالا ناخذو كيما راهم نبداو نرحيو في الحساء تاعنا. راح يجيكم حساء ابيض كاع ما شاء الله. فوالا نقعدو نرحيو فيه بهاد الكيفيه هذه. تقدروا تزيدوا له ديكروطون، تقدروا ديروا له دي هذوك لي باطوني اللي درناهم البارح بلا بات فايتي.
تقدروا يعني هما ثاني كديروهم وهكذا يكون عندكم مذاق ما شاء الله. فوالا ونرحيو كاع الحساء تاعنا، لازم يكون ان فلوتي. فوالا لا غير بالعقل برك حتى يكون يعني ان فلوتي. هنايا يعني ناخذ لاراب، ناخذ شويه نوا دو موسكات، طري لي جيرمون لا نوا دو موسكات هكذا غير شويه برك باش نعطيو برك مذاق لا نوا دو موسكات تاعنا ولا الحساء تاعنا بلا نوا دو موسكات. ناخذ حوالي مغرفه صغيره تاع زبده، نحطوها بهذا الشكل ونحركو ونخلوها كم تشوفوا الحساء كيفاش راهوك الله يبارك، ونخليوها فوق النار فوالا بهذا الكيفيه هاديه، ونعاودو نحطوها فوق النار طري ليجيرمون. في الاخر راح نزيدو لها ايضا شويه نتاع المعدنوس، نخلوها لهنا الفاري دوير اونكور ان بي بو حتى يعني باش يكون عندنا ان بون فلوتي ولا اون بون سوب. والان يرفع على مسامعنا اذان صلاه العصر حسب توقيت العاصمه وضوحها، تقبل الله صلاه الجميع بمزيد من الاجر والثواب والمغفره. يا ناس الخير، باش نختموا معاكم الجزء الثالث والاخير من حس الطيب معانا، واخر يوم في الاسبوع غدوة الجمعة ان شاء الله راح يكون يوم الراحة تاعنا، ونعاودوا نولوا معاكم نهار السبت. جميع الناس اللي راهم حابين يشاركوا معانا وعندهم يعني محتوى في الطبخ يكون مليح يجوا معنا، مرحبا بهم، ما عليهم غير يتصلوا بينا ويخلوا لنا الرقم تاعهم نجوزوهم معنا ان شاء الله باذن الله ولا حبر ربي بالسبت يعني نجوزوا معنا جميع واحد راه حاب يعني يلحق، ولا رانا هنا حنايا النهار باش نعطوا له قناه النهار باش نعطوا له لا شونس تاعو، نعطوا له يعني لا شونس تاعو باش يقدر يعني يزيد يعني يروح بعيد في هذا الشيء اللي راه حاب يديرو. ما بقى لي غير نقول لكم يعطيكم الصحه. دونك الحساء ها هو كيفاش خرج لنا، ايضا لي باغ تاعنا بالحبه تاع البيض كيفاش قطعناهم كيفاش خرجوا لنا، ايضا تاع السلق بالدرسه والبيض في الفرن، وعندنا ايضا الطرطة تاعنا اللي خدمناها بكريمة شوكولاتة وبلا ميغانغ ايطاليان، ودرنا لها ثاني كنكهة البرتقال، يعني درنا ليسونس تاع البرتقال، ودرنا لها ايضا لو بخالان ايضا يجي هايل في المذاق. ربي يحفظكم ان شاء الله، ان شاء الله ما كناش تقال عليكم. جميع الناس اللي راهم مراد ربي يجيب لهم الشفاء العاجل، الناس اللي راهم في غربة ربي يجعلهم يعني يجعلوا يدخلوا لبلادهم سالمين غانمين، جميع واحد زاد في يوم هذا نقول له عيد ميلاد سعيد وعمر مديد مليء بالاعمال الخيريه ان شاء الله وطاعه الله عز وجل. ما بقى لي غير نقول لكم حاجه، ما تنساش تدعي لنا بالخير. تحيه الجزائر، سلام.